الملعب. الكرة العرضية القوية هي من جانب اللاعب الخطير أمامنا هو رقم 11 اللاعب نيزينجا، ولكن هنا على طول يبعد عبد الواحد وتغطية من محمد عبد الشافي ومسك وسط الملعب. الضغط لازم يكون أقوى من نور السيد ومن حمادة طلبة، لسه ما حسيناش بحمادة طلبة حتى الآن اللي بيلعب أمامنا هو في وسط الملعب أمام فتح الله أمام ياسر إبراهيم. تحرك المرضي من جانب اللاعب كيسومبي، كيسومبي بيستلمه بأريحية كبيرة قوي، وأدي أمامنا استلام عدى خطرة، ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول، هي باينة، هي باينة، هي باينة. فيرمان موبيلي ندومبي استلم إزاي وسط ضغط، وهدف أول عن طريق اللاعب ندومبي، جايب هاتريك في مرمى كايزر تشيفز، وكان سجل في مرمى كانو بيلرز الهدف الاول بعد مرور 18 دقيقه. بداوا يسيطروا، بداوا يفرضوا اسلوب لعبهم، لاعبي الزمالك متراجعين للخلف لكن دون ضغط دون رقابه، استلم الراجل موقف واحد ضد واحد، موقف سهل قوي للمهاجم، صعب على المدافع، ويعدي ويسجل اللاعب ندومبي اللاعب الهداف اللي على فكره هيدخل كده في قائمه الهدافين اللي بيتصدرها محسن ياجور لعب نادي الرجاء. وسادومبا محسن عنده 6 اهداف وهو كده تقدم، سادومبا كان عنده 4، والراجل اللي يعني امامنا هنا بقى عنده كام هدف، ده بقى عنده 5 اهداف امامنا هو اللاعب ندومبا. فيرمان ندومبا شوف عدى ازاي، عدى من عبد الشافي بسهوله، تغطيه متاخره قوي من فتح الله وقويه، والكره سريعه والنجيل الصناعي بيخلي الكره تبقى سريعه. وادي عبد الواحد حاول بقدمه، ولكن هدف اول هنا من خطا دفاعي، كنا نتحدث عن اخطاء دفاعيه، خطا في الرقابه بيلرز الهدف الاول بعد مرور 18 دقيقه. بداوا يسيطروا، بداوا يفرضوا اسلوب لعبهم، لاعبي الزمالك متراجعين للخلف لكن دون ضغط دون رقابه، استلم الراجل موقف واحد ضد واحد، موقف سهل قوي ملعب. الكرة العرضية القوية هي من جانب اللاعب الخطير أمامنا هو رقم 11 اللاعب نيزينجا، ولكن هنا على طول يبعد عبد الواحد وتغطية من محمد عبد الشافي ومسك وسط الملعب. الضغط لازم يكون أقوى من نور السيد، المهاجم صعب على المدافع، ويعدي ويسجل اللاعب ندومبي اللاعب الهداف اللي على فكرة هيدخل كده في قائمة الهدافين اللي بيتصدرها محسن ياجور لاعب نادي الرجاء. وسادومبا محسن ومن حمادة طلبة، لسه ما حسيناش بحمادة طلبة حتى الآن اللي بيلعب أمامنا هو في وسط الملعب أمام فتح الله أمام ياسر إبراهيم. تحرك المرضي من جانب اللاعب كيسومبي، كيسومبي بيستلمه بأريحية كبيرة قوي، وأدي أمامنا استلام عدى خطرة، ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول، هي باينة، هي باينة، هي باينة. فيرمان موبيلي ندومبي استلم إزاي وسط ضغط، وهدف أول عن طريق اللاعب ندومبي، جايب هاتريك في مرمى كايزر تشيفز، وكان سجل في مرمى كانو